مهد الحضارات والشعوب وأرض الرومان، هذا تعريف إيطاليا، بلد الإمبراطورية الرومانية القديمة، وبالإغريقي تتسمى فيتيلو، وتطورت اللغات حتى تحولت الكلمة إيطاليا. عمر هذا البلد أكثر من 12 قرن، وإذا نريد ندخل الإمبراطورية الرومانية بالتاريخ راح يصير عمره أكثر من 3000 سنة. وكو دراسات تقول بالعصر الحجري انتركت بصمات عديدة بأرض إيطاليا تمتد ل 200,000 سنة قبل الميلاد. اليوم أنا بمكان جديد أحاول أستكشفه. ببداية حلقتنا هذا اليوم راح أدخل لمدينة الفاتيكان أو دولة الفاتيكان، أصغر دولة موجودة بالعالم، الدولة اللي هواي ناس كانت تحب أنه تجي تشوفها، خصوصاً إحنا العراقيين، وخصوصاً بفترة زيارة باب الفاتيكان اللي يسكن بهذا المكان. بهذا المكان أنا راح أتجول وأشوفكم هواي تفاصيل موجودة عن هذا المكان، لأنه المكان هذا له تاريخ كلش كبير، تاريخ قديم يمتد مع الديانة المسيحية. المدينة هذه تتميز بطابع متميز عن بقية كل المدن. الأشياء اللي راح تشوفوها والتفاصيل اللي راح تشوفوها من الشرطة اللي موجودين، من الناس الموجودين، من زي الناس اللي يلبسوه، كل هذا يختلف عن بقية المدن اللي موجودة بإيطاليا، على اعتبار أنه أصلاً الفاتيكان هي دولة واحدة مستقلة ولها سور خارج هذه المباني. بهذا المكان أيضاً تتميز هذه المنطقة أو هذا المكان بزيارة الناس اللي من كل دول العالم. وبصراحة اليوم كلش فرحان انه اني جيت لهذا المكان وراح اشوفكم هواي تفاصيل عنه، بس انتظروني خلي اخذ لكم فرة واشوفكم هواي تفاصيل عن هذا المكان، خصوصا المدخنة اللي موجودة اللي لما يختارون باب الفاتيكان انه يشتعل بيها الدخان. وبنفس الوقت انا حبيت ارد الزيارة لنفس الباب الفاتيكان لما جاء العراق، لما يجي العراق لازم احنا نجي لهنا ونشوفه. خلوني اخذ فاصل وارجع لكم. صوت هوسه. مشاهدينا، أنا حاليا وصلت لكنيسة سان بطرس، هذه داخل الكنيسة اللي يعني تعتبر من أجمل وأكبر الكنائس اللي موجودة بالعالم. عظمة المكان والتصميم الخاص بهذه الكنيسة بصراحة يبهر، بالإضافة إلى الأجواء الروحانية اللي يعيشها الناس اللي يدخلون للكنيسة أيضا، فتشي ما ينوصف بصراحة. تفاصيل البناء، عظمة المكان، يعني رهيب رهيب بصراحة، كلش حلو. مشاهدينا اللي تشوفوه حاليا هو دولة الفاتيكان كلها بكل تفاصيلها، بجدرانها، بمبانيها، بميدان سان بطرس اللي يعتبر من أهم الميادين بالديانة المسيحية والبابوية أيضا. هذا الميدان اللي يتسع تقريبا ل 200,000 شخص بالمناسبات خلال عقد الاجتماعات. سعادة تقريبا 169 متر، تقريبا أكثر من 300 أو 400 درجة، بالإضافة إلى الفيتر أو المصعد. ومن هنا جت كلمة بيتزا، يعني اللي إحنا نقول هي البيزا، يعني بالإيطالي الميدان أو الدائرة اللي تجمع الناس، لذلك جت هذه الكلمة. فهذه يعني باي ذا واي مثل ما يقولون. من أهم الأشياء اللي تشوفوها بالمدن أو زيارتها أو استكشافها هي الأسواق الشعبية اللي موجودة، وحالياً أنا أحب أحد الأسواق الشعبية، دا أتجول حتى نشتري بعض الأشياء. هذه تذكارات يمكن تخليكم دائماً أونلاين بالمدينة اللي أنتوا رايحين لها. خلي عبر الشارع، لازم نعبر الشارع من منطقة العبرة بس، يعني مو من أي مكان، لازم ننتبه شوية من عبر الشارع حتى لا سيارة يعني تضربنا، وهذا راح يضربني طبعاً.
اليوم أنا يعني بنفس الوقت المصور والمخرج ومقدم البرنامج والمعد بنفس الوقت. راح أحاول إنه أصور أكثر مكانات ممكن أوصل لها. وصلت لي الباحة الأساسية للمكان اللي موجود الخاص ببرج بيزا المائل، وتقريبا المنظر مثل ما تشوفون هذا هيجي قدامكم. الحياة بمدينة بيزا الإيطالية إلها عنوان بسيط اسمه الهدوء والأصالة. وانت تدخل المدينة تحس بسحر الساحل ورطوبة الجو البارد نسبيا بفصل الشتاء والربيع. وبيزا مو بيزا، يعني بالسين مو بالزاي، هذه باللغة الإيطالية. وتعتبر بيزا المدينة التابعة لولاية أو مقاطعة توسكانا، وأبرز معالمها هو برجها والكاتدرائية الخاصة بها. ولما تدخل وتشوف البرج المايل تحس إما أنت تمشي على قاع عوجة أو شوية راسك مايل، بس بالحقيقة البرج كل ما يرتفع يميل شوية. طبعا مثل ما تشوفون هسه أنا تقريبا بمدينة بيزا، وبالتحديد ببرج بيزا المائل اللي هو هذاك. واحدة من أمنية هواي ناس أنه يكونون هنا بهذا المكان، يعني خصوصا لما يصورون أو نشوف صور هواي لهذول الناس. راح أحاول أطلع لكم فد شوية بعد هذا الفاصل وأشوفكم بالتحديد لما أكون أقرب على برج بيزا والكاتدرائية اللي موجودة هنا. فد شيء رهيب بصراحة، يعني أتمنى أن تجون كلكم. درجة حرارة تقريبا هسه 5 درجة مئوية، واحنا بهذا المكان بمدينة بيزا وبالتحديد ببرج بيزا المائل وبالكاتدرائية الخاصة بهذا المكان. انا راح اتجول اكثر بهذا المكان حتى اشوفكم معالمه وتفاصيله، واذا اصعد خارج البرج او سوري اعلى البرج راح اشوفكم تفاصيل اكثر. فتعالوا وياي يلا. عمر البرج أكثر من 900 سنة، وتهندس على إيد المعماري بوتانا بيزانو، وبنفس الوقت أجرى عليه العالم غاليليو عدة تجارب. يمكن من الأشياء المهمة اللي المفروض تدرون بها أو تعرفوها خلال الجاية لهنا هي طريقة الوصول لهذا المكان. طريقة الوصول لكل مكان سياحي بروما أو حتى كل أوروبا هي عدة طرق، إما بواسطة القطار أو القطار السريع أو بواسطة السيارة أو بواسطة الطيارة مرات أو بواسطة السيارة، بس متعة القيادة أبدا ما تنمل. لذلك أنا حاولت أفتر بكل مكان بأوروبا بالسيارة الخاصة اللي راح أجرها أو أجرتها أصلا أوريدي، وأفتر بهذه المكانات. هاي مستمر وياكم بالحلقة الخاصة باستكشاف إيطاليا، تحديدا بعض المدن اللي راح أروح لها بعد هذا الفاصل. خليكم وياي. عصر النهضة الأوروبية ترك بصماته على القارة العجوز، وهذا نشوفه بأغلب المدن اللي كنا ندخل إلها ونتنقل. ومن بين هذه المدن نتعرف على تفاصيل هذه الحضارة، إلى أن وصلنا إلى مدينة فلورنسا أو فيرنزا بالإيطالية. عمر المدينة أكثر من 2023 سنة، وسكنها الأساقفة، وكانت مكان ومسكن للجنود البيزنطيين. ورغم الصراع السياسي والعسكري على المدينة، بس هذا الشيء ما منع تطورها وتميزها بالعمارة. والدليل على هذا الكلام تمسك أهلها بالتفاصيل وتطور مدينتهم، لدرجة حتى الفندق اللي سكننا فيه عمره 200 سنة، وأسماء الغرف اللي موجودة على أسماء عظماء فيرنزا نفسها. مشاهدينا، وصلت لمدينة البندقية فينيسيا. هذه المدينة اللي تعتبر من أشهر المدن اللي موجودة بإيطاليا حاليا، بأحد باحات والساحات اللي هي ألي فريفيا. هذه كل الصعب المصطلح، كل الصعب أنه أقوله. هذه أليا فريفيا، هذه أحد الساحات اللي موجودة هنا
ومن ضمن مجموعة ساحات موجودة مثل ميدان سان ماركو، يعتبر من أهم الميادين اللي موجودة، بالإضافة إلى صعوبة التنقل بهذه الجزيرة. الجزيرة كلش معقدة التنقل بها، عبارة عن مدينة طايفة على الماء، عبارة عن أنهر موجودة، فصعوبة التنقل بهذا المكان، بالإضافة إلى التكت لازم إحنا نحاول نأخذه من وقت، لازم نحجز تكت من وقت حتى نقدر نوصل لهذه التنقلات. أنا راح أحاول أتجول بهذه المدينة، أحاول أدخل لأزقة وشوارع هذه المدينة حتى نشوف أدق التفاصيل اللي بها. بعد منه نروح الى يعني كان ببالي انه مجموعه خطط نروح لها، ندخل بالبوت نصعد، بالاضافه الى الميدان سان ماركو. ما اعرف شنو الجدول اللي راح اني اقدر التزم به، لانه الوقت كلش ضيق اللي يعني ادخل به لي كل مدينه واطلع منها حتى احاول انه اوصلكم لاغلب المدن اللي موجوده ب ايطاليا. لذلك خلينا نشوف اذا كان الوقت يسمح لي انه اوصل لسان ماركو، بنفس الوقت اقدر همين اوصل للجولات البحريه، لان جولات البحريه شويه كلش معقده وصعبه. بس انا هسه حاليا وياكم بهذه الساحه والباحه والميدان بمدينه فينيسيا، وبعدها راح انتقل لمكان اخر بفينيسيا واشوفكم بعض التفاصيل. يلا تعالوا معي. ملهمه الشعراء ومهد الحضاره الايطاليه الحديثه وايقونه الجمال فينيسيا، كلكم تعرفوها باسم البندقيه، وأكيد المدينة اللي منضمة تحت لواء التراث العالمي بسبب الإرث الحضاري اللي تملكه. طبعاً مثل ما تشوفون هنا هذه المكانات كلها والمناطق والكافيهات اللي موجودة هي على ضفاف الأنهر أو الروافد اللي موجودة بمدينة فينيسيا. بعض التقاليد اللي موجودة هنا وتشوفوها هي الأقنعة اللي موجودة بكل مكان، لأنه سابقا بعصور الوسطى كانت هذه المنطقة يعتبر القناع من أهم الأشياء اللي يرتدوها بالحفلات، بالإضافة إلى أنه ممكن أنه بالحفلات الخاصة وحفلات النبلاء مثل ما يقولون أو شايفيها بالأفلام، هي راح تعتبر أنه أنا أريد أخفي هذا الوجه ويشوف مثلا هو راح يختار أو يحصل شريك حياته أو شريكة حياته العفو أو شريك حياتها مثل ما هاي ما أدري لخبطت. وضيق الشوارع من أهم الأشياء اللي نشوفها بفينيسيا. مدينة سان ماركو أو منطقة سان ماركو هي تعتبر الضفة الشرقية لمدينة فينيسيا، فإذا تريدون توصلون هناك وتروحون لهذا المكان مثل ما قلت لكم إنه إحنا لازم نأجر بوت ونروح لهذا الاتجاه للشرق. فينيسيا بالإيطالية يسكنها حوالي 270 ألف نسمة متمسكين بأسلوب حياة عمره أكثر من 500 سنة، وتعتبر من أجمل المدن بالعالم ويقصدها المشاهير لأجل الشهرة. ذكرني هذا المكان بالأهوار وطريقة التنقل بالمشاحيف، والعراقي دائما لما يروح أي مدينة لازم يربطها بمدينة عراقية موجودة بالعراق. هذه الشرف والمكانات يمكن سابقا هذا كان واحد من الأبواب اللي موجودة هنا للمدينة، يعني اللي البيت تدخلوا له الا عن طريق الزورق او البوت اللي موجود هنا، لانه صعب انه انت تفوت لي هذه البدون. الاعمده اللي تشوفوها هنا هذه حاليا هي مكان انه يثبت الزورق مالته بهذا المكان. هذا الجسر يعتبر من اقدم الجسر اللي موجوده بمدينه البندقيه، وهذه الازقه والشوارع اللي موجوده ايضا من اقدم الازقه. اذا تشوفون شوارع وبها ارصفه معناتها هذه معدله وهي حديثه، يعني مو قديمه، لكن هذه هي من الشوارع القديمه اللي عمرها تقريبا اكثر من 200 سنه. تشوفون هذا هنا الاحجار او الطابوق العفو اللي مبني به هاي المدينه. الكاميرا كلش تعبتني، لازم اجي مصور وياي. بهذه المكانات اللي اذا تشوفوها حاليا هنا انا ممكن ناجر مجموعه زوارق، هذه الزوارق راح تاخذنا لمكان اخر، يعني لانه مثل ما تعرفون فينيسيا اصلا ممنوع دخول السيارات لها لانه هي منضمه تحت منظمه التراث العالمي، هذه وحده، بالاضافه لانه ضيق الشوارع اللي موجوده بها. اما اذا اردنا هسه نروح لمكان اخر فلازم ناجر هذه البوتات اللي موجوده هنا، واحد من هذه البوتات وتنقلنا لمكان اخر. حاليا دا اروح لمكان اسمه سان ماركو، هذه كنيسه هناك، هذه الكنيسه تعتبر من اقدم الكنائس او الكاتدرائيات اللي موجوده بروما. دا احاول انه اشوفها واستكشف هذا المكان وياكم.
طبعا هذا المكان اللي راح نعبر به ونروح للاتجاه الثاني حتى نوصل لمدينة سان ماركو. اوكي راح ننتظر تقريبا 5 دقائق حتى ننتقل لهذاك المكان. راح ننتقل من هذه الجهة للجهة الثانية بفينيسيا حتى نوصل لسان ماركو، وخذنا هذا البوت اللي موجود، اللي هو يعني أغلب دائما أنتم تشوفوه بالرحلات اللي موجودة داخل الجزيرة. انتقالنا يستغرق تقريبا 2 أو 3 دقائق، وإذا حبيتوا تأخذون تور فالتور شوي يكون أصعب ومعقد ولازم إلى حجز، فأني مثل ما قلت لكم لأنه عندي وقت ضيق راح أنتقل وأتمشى حتى أوصل لسان ماركو. يلا تعالوا وياي. من أقدم الأماكن والكاتدرائيات اللي موجودة بمدينة فينيسيا هو هذا المكان أو ميدان سان ماركو، اللي يعتبر من أهم الميادين اللي موجودة بمدينة فينيسيا، وهذا المكان أيضا يعتبر من أشهر الأماكن اللي موجودة بمدينة فينيسيا ويحتوي على عدة ماركات، مثل ما تشوفون هذه الميادين موجودة بروما، أيضا موجودة بميلان، هنا هم موجودة بفينيسيا. هذا الموضوع يخلينا نشوف أنه هم شلون إيش قد مستثمرين الأماكن التاريخية أو الأماكن التراثية أو الأماكن القديمة اللي عندهم بكل الاتجاهات. بصراحة أنا وأتمشى بمدينة فينيسيا ذكرتني بعدة مكانات، ذكرتني بالمحلات القديمة بمدينة كربلاء، ذكرتني بالأماكن القديمة بمدينة النجف همين. هذه التشابهات اللي ممكن هسه حتى صعب أنه احنا نشبهها، لكن احنا لو نقدر نستثمر مثل هيك أماكن حتى نقدر نجذب السواح لنا راح نقدر نحافظ على تراثنا أول شيء، وبنفس الوقت نقدر نحافظ على هويتنا الإسلامية أو الطابع الإسلامي اللي موجود، أيضا بدخل مادي كبير ممكن يدخل لنا عن طريق هذه الأشياء. أنا مكمل وياكم وراح أشوفكم كل تفاصيل سان ماركو لأنه مكان رهيب جدا، العمارة اللي موجودة، النحت، التفاصيل كلش غريبة. راح أشوف أنا وياكم ببرنامج مستكشف أكيد. ساحة سان ماركو من أهم المواقع الأثرية والتجارية والسياحية بالمدينة، تتوسط قلب فينيسيا وتعتبر المرفأ الأساسي لانطلاق الزوارق اللي تروح لكل قصباتها، وفينيسيا تمتلك أكثر من 400 جسر رسمي و800 جسر فرعي، شي ما يتصدق. من بيزا الميلانو حوالي 1.5 ساعة بالسيارة، وبصراحة متعة القيادة بهذه المدن واحدة نوع من أنواع الاستكشاف والمغامرة، والجبال البعيدة اللي بدت تبين ملامحها والثلوج اللي تغطيها القمم صارت ميلانو قريبة علينا، ووجهتنا لهذه الجبال هي نفس وجهتنا الميلانو، وبدينا نتسابق إحنا وخطوط الطريق والأشجار حتى نوصل الميلانو قبل الليل. مشاهدينا وصلت أنا هسه بالتحديد لمنطقة الحد الفاصل بين مدينة بورما من هذه الجهة وميناء جنوة من هذه الجهة، وأيضا مدينة ميلان من هذه الجهة اللي راح نروح ونستكشفها هسه ونشوفها. أستاذ صلاح لا تقطع ويا فوت بالكاميرا. طبعا أستاذ صلاح أحد زملائي وأصدقائي بالعمل، واليوم إحنا متواجدين بمدينة ميلان، وأنا أريد أسألك هسه لأنه أنت عراقي هسه، أستاذ صلاح شنو الأشياء اللي شفتها حلوة بهذه رحلتك؟ لا، السؤال الأصح أنه شنو الأشياء اللي مو حلوة، لأنه حقيقة كل شيء هنا حلو. زين، يكون لأنه إحنا ما عدنا، بس أنا برأيي أنه كل شيء هنا حلو، كل شيء مرتب وكل شيء. إحنا متوجهين هسه الميلان وراح نأخذ ويانا بعض الأشياء، لأنه بالطريق ممكن يكون إذا أكو ثلج يعني راح نقطع الطريق ونخلي زنجيل بالهاي لأنه بدت موجة برد بهذه المنطقة، بس احنا نتمنى انه نكمل رحلتنا ونتونس اكثر قبل لا تجي هذه الموجة. انا مكمل وياكم مشاهدينا مشاهدي برنامج مستكشف، فد شوية وارجع لكم. ثاني اكبر مدن ايطاليا، مهد الموضة والجمال ومهد العراقة والعمارة، هذه هي ميلانو. عدد سكانها تقريبا من 7 إلى 9 مليون شخص حسب السواح والمواسم، والدومو هو مركز ميلانو التجاري اللي اكتسبت ميلانو شهرتها بسبب الثقافة والتمدن اللي تمتلكه هذه المدينة، وتحتوي ميلانو على العديد من القوميات والطوائف ويزورها أكثر من 2 مليون سائح كل سنة.
الكاتدرائية اللي دا تشوفوها أو الكنيسة اللي دا تشوفوها هنا موجودة هي كنيسة كاثوليكية خاصة بمدينة ميلانو، وتسمى هذه الساحة بساحة الدومو. كلمة الدومو هي عبارة عن المنزل باللاتينية، فهنا هذا كان منزل الأساقفة اللي موجودين بمدينة ميلانو من 1805 تقريبا. تم بناء هذا الصرح الكبير العظيم اللي دا تشوفوه حاليا أمامكم، ويعتبر الآن هو مكان الأسقف الأعظم الخاص بمدينة ميلانو. فتابعوا وياي حلقتنا حتى نشوف بعض التفاصيل الموجودة بساحة الدومو اللي تعتبر من أهم الساحات اللي موجودة بمدينة ميلان. من مدينة الموضة والجمال بميلانو، حالياً احنا بأسواق الدومو، هذه المنطقة اللي تشتهر بأغلب الماركات التجارية والعالمية اللي موجودة بكل العالم. شنو اللي تحبون تشوفوه هنا؟ شنو الحب أشياء اللي تريدوها حتلقوها بهذا المكان؟ هذا المكان يمكن كل الجنسيات إذا تحبون تدون تشوفوها حتلقوها فقط في هذا المكان. أنا مكمل وياكم، يلا تعالوا. ميلانو تنافس باريس ونيويورك بالجمال والموضة، والمكان الأحلى بيها حسب وجهة نظري أني هي ميلانو سنترال، اللي يعتبر وجهة السواح والسواق والمكان اللي ينطلق من عنده أغلب الناس اللي يجون الميلان. مشاهدينا بهذا المكان اللي دا تشوفوه حاليا، يمكن شوية صورة ظلمة والإضاءة عليها صارت أقل. هذا المكان اللي دا تشوفوه هو المتحف الخاص بدافنشي، ليوناردو دافنشي. كل المقتنيات والأشياء اللي هو يحافظ عليها وموجودة عنده حتشوفوها بهذا المكان. أنا يمكن بسبب يعني قلة الوقت اللي عندي ما راح أقدر أفوت المتاحف كلها، كنت أتمنى أنه أفوت أغلب المتاحف أو أزور أغلب المتاحف، لكن بصراحة ما راح أقدر أنه أدخل لهذه المتاحف كلها لهذا السبب بالتحديد. هذه إحدى الساحات اللي موجودة هنا بساحة ميلانو، وأيضا بالمنطقة الخاصة بالتسوق. مثل ما قلت لكم أغلب الماركات موجودة هنا بهذا المكان. هذا اللي إذا تشوفوه هنا بالخريطة مثل ما أنتم تشوفون هو عبارة عن المركز الرئيسي للمدن الرومانية السابقة القديمة اللي عمرها يمتد من أكثر من 2000 سنة بالتاريخ. المدرج الروماني، الكنيسة، الحصن الروماني بالإضافة إلى النهر القديم ومجموعة من المقابر الكبيرة للرومانيين، كل هذه موجودة بهذا المكان. روما عبارة عن مدينة تاريخية، يعني بها هواي مكانات ممكن صعب احنا نقدر حتى نحصيها، او صعب انه اني اقدر اقدمها بحلقة من الحلقات، لكن اللي قدرت انه علي اني اسويه هذا هو يعني خلال هذه الفترة المحددة اللي يعني بيها. خسارتي الكبيرة بهذه الحلقة هي فقداني لبعض تسجيلات المدينة روما التاريخية. روما مدينة تنبض بالتاريخ، وكل شارع بها عبارة عن تاريخ كتب أعظم إنجازات المعماريين بالعصر الروماني وعصر النهضة الأوروبية. إيطاليا تستحق الزيارة، واللي ما يزورها أمره خسارة. وإن شاء الله أشوفكم بحلقة جديدة واحتمال بروما مرتلخ. مع السلامة.